تنضم إلينا منى رفح الفلسطينية، منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك منى. إذن فيما يبدو أنه تواصل لحدة وعنف هذه الغارات تحديدا على جنوب قطاع غزة في خان يونس وكذلك في رفح، ما هي تفاصيل آخر هذه الغارات وما نتج عنها، وأيضا الاشتباكات التي وصفت بأنها ضارية بين الفصائل وبين الجيش الإسرائيلي؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع المشاهدين. بطبيعة الحال خلال الساعات الأخيرة كان هناك استهدافات عديدة تتمركز في منطقة رفح تحديدا. هذه الاستهدافات كان بعضها في حي السلام وأيضا في حي البرازيل وفي منطقة أيضا الشبورة. هذه المناطق تعرضت لاستهداف عدد من المنازل، الأمر الذي نتج عن وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الكويتي. هذا طبعا هنا بالحديث عن هذا الامر تحديدا نشير ونؤكد بان الاحتلال الاسرائيلي ما زال يدعي بان منطقه رفح هي منطقه امن، ويحاول دفع المواطنين من كافه قطاع انحاء قطاع غزه باتجاه الذهاب نحو منطقه رفح بينما هو يقوم باستهدافها. هذا الى جانب استهدافات عديده طالت منطقه خان يونس، دير البلح ايضا وفي مناطق مدينه غزه و الشمال. كل هذه الاستهدافات ما زالت مستمره، ربما يعني من الاحداث البارزه التي حدثت خلال الساعات الاخيره هو ما يجري في مستشفى كمال عدوان من خلال اعتقالات ومحاولات لاجلاء المرضى وايضا النازحين في داخل المستشفى، بالاضافه الى عمليات الاعتقال والحديث ان الواقع في مستشفى كمال عدوان الان هو شديد الخطوره، فيما يبدو بأنه أيضا محاولة جديدة لتضييق الخناق على مستشفى كمال عدوان وفقا ل يعني ما يعني يصل من شهادات حتى الآن. فيما يتعلق بالاشتباكات أيضا ما زالت اشتباكات ضارية تجري في عدد من محاور من مناطق الشمال وحتى الجنوب، تحديدا في منطقة بيت حانون، أيضا منطقة الشجاعية وحي الزيتون، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمحافظتي خان يونس ورفح. هذه المحافظات التي ايضا ربما خلال الايام الاخيره كانت وما زالت تشهد اشتباكات شديده العنف بين الفصائل الفلسطينيه وبين الاحتلال الاسرائيلي والاليات المتوغله، وربما ما نشهده من يعني فيديوهات تتوالى حول طبيعه الاشتباكات ان كان في المناطق الشرقيه او حتى في وسط مدينه خان يونس يدل على يعني حجم هذه الاشتباكات وضراوتها، وخصوصا اننا ما زلنا نتحدث ايضا عن سقوط اعداد كبيره من يعني حدوث عدد كبير من العمليات التي اسقطت اعداد كبيره من ضباط الجيش الاسرائيلي، بالاضافه الى يعني ايضا الجنود، وعدا عن استمرار اعطاب اليات عسكريه تابعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن استمرار التوغل في عدة محاور، ومن أخطر هذه المحاور منطقة خان يونس. ربما في منطقة جباليا هناك تراجع في عدد من المحاور، يعني في منطقة الفلوجة يعني الآن تشهد هذه المنطقة تراجع لآليات الاحتلال الإسرائيلية، وإن كانت ما زالت تتواجد في منطقة كمال عدوان وبالإضافة إلى مناطق بيت لاهيا ومنطقة المشروع في شمال قطاع غزة. إذا بين تقدم وتراجع ما زال الجيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في توجه في توغلاته في مناطق قطاع غزة المختلفة. وربما أود أن ألفت إلى أنه في كل يعني يوم يتم الإعلان فيه عن سقوط عدد أكبر من الجنود الإسرائيليين قتلى أو حتى اعتاب عدد أكبر من الآليات، تزداد حدة الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب بطبيعة الحال، وذلك محاولة لتعويض هذه الخسائر يعني إرسال رسالة للداخل الإسرائيلي بأن يعني عمليا الاحتلال ما زال يوجه ضرباته بقوة وبقسوة للفصائل الفلسطينية وللمدنيين أيضا الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أود أن أشير أيضا إلى أنه في ضمن الاستهدافات التي جرت في منطقة خان يونس تحديدا كان هناك استهداف لمستشفى الهلال الأحمر الذي يقع في منطقة حي الأمل. هذا المستشفى الذي يعني يستقبل الجرحى والمصابين في كل لحظة في خلال هذه العمليات من الاستهدافات المتواصلة، وبالتالي نحن الآن نتحدث عن يعني احتمالية كبيرة لإخراج مستشفى جديد عن إطار تقديم الخدمات للمواطنين الذين ما زالوا يتعرضوا ل يعني انتهاكات إسرائيلية
بطبيعة الحال. فيما يعني يبدو هذا إلى جانب بأن الحرب على المستشفيات لا زالت متواصلة. من رفح الفلسطينية منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.